فيلم مالكوم اند ماري على نتفليكس ما خدش حقه، ده من وجهة نظري يعني. الفيلم عن مخرج راجع فرحان من حفلة، فبيقول لصاحبته اللي كانت مديه وش جبس كده مش فرحانة، مالك؟ مفيش مالك. فبتبتدي تقول له اللي بيحصل. الفيلم مع انه وان لوكيشن وحواري اكتر، لكن الحوار مكتوب حلو جدا، وفي عندك بيلد اب، وفي عندك حتت بتطلع وتنزل، الموضوع مش ممل. يعني انا بحب زندايا، بس انا حاسس ان هي مش لاقيه على الدور، لان الطريقه اللي بتتكلم فيها دي انضج بكتير من سنها. وتاني حاجة، هي عشان توصل للمرحلة دي ان هي في تراكمات، فهي المفروض ان هي بقى لها سنين. طب هي صاحبته امتى؟ هي عندها 12 سنة مثلا. الفيلم متصور على 35 ملي خام، مش ديجيتال، وابيض واسود. ليه؟ معرفش، اعتقد ان هي فزلكة. لكن في المجمل هو فيلم حلو. هل الفيلم ده يصلح للاطفال؟ لا طبعا. هل الفيلم ده يصلح كديت؟ لا، هتتخانقوا وهتفركشوا او هتطلقوا، يعني ملوش اي لازمه. الفيلم ده انت ممكن تسقط عليه مع واحد صاحبك، او تسقط عليه مع واحده صاحبتك، لو انتوا بتحبوا الافلام الحواريه. اتفرجوا على الفيلم وقولوا لي ايه رايكم، ومن فضلكم اعملوا لي لايك ومتابعه وشير.